بدنا نعمل يخرة الدجاج الإيطالية، صدر الدجاج المقطع، صدر أو فخذ اللي بدكم إياه، المهم يكون مسحب من العظام، بيضتين، بدنا طحين أبيض، بدنا فلفل أحمر، بصل، ثوم مفروم، رب بندورة، كريمة، زيت زيتون، بدنا مرق دجاج، بدنا بابريكا، بدنا ملح وزعتر وفلفل أسود. فأول شيء منجيب الدجاج، فخذ أو الصدر اللي بدكم إياه، ونبدأ في تجهيز البيض. هاي بيضة أكيد، وهي كمان البيضة الثانية. هذا الطبق راح نطبخه على عدة مراحل، لكن أهم مرحلة إني أعمل كوتد. شوفوا سهل جدا استخدامه، طلعوا يا دوب يا دوب يا دوب، بس أحط إصبع عليه على طول بيعطيني الحرارة اللي بدي إياها. فهون عندي من هالبيض بيضتين تقريبا، وعلى طول رايحين نخفق البيضات، البيضتين هذول حبايبنا بهالشكل. ممكن نضيفوا شوية مي شوية حليب حتى تقطعوا البيض ويصير عندكم صار كويس هيك. وعلى طول منجيب هالدجاج ورايحين نتبل بالملح وكمان بالفلفل الأسود. بسم الله ما شاء الله. وبعديها منضيف البيضتين على الدجاج. وعندي هون على جنب الطحين الأبيض، منغطي الدجاج منيح بالبيض بهالشكل، وبعديها رايحين نضيفه في الطحين ونقليه كمرحلة أولى. والمرحلة الثانية رايح أعمل الصلصة المتبقية عندي بخلاصة الدجاج. نضيف زيت زيتون حبايبنا داخل الطنجرة، ونبدأ في تغطيس الدجاج بالطحين الأبيض. وعلى طول بدي أبدأ أنظف الدجاج من الطحين زيادة ونزله وين؟ على الطنجرة. على الطنجرة، لكن راح انتظر شوي حتى تسخن عندي 100%. بدي احط الدجاج هون 100%. الان بنضيف احنا هالدجاجات حبايبنا زي ما انتم شايفين داخل الطنجرة، وبنبدا نطبخهم. انت ما بدك تقليهم ديب؟ لا لا لا، انا لسه بدي اطبخهم مع بعض. بدي اطبخ، لكن هاي اول تكنيك للدجاج. بس خلونا نكمل مع الطحين الابيض ونسيله مع جنب. وهي بلش عندي عبينجلة الدجاج. غطينا الدجاج سواء الصدر أو الفخذ بعظمه أو من دون عظمه بالبيض، وبعدين غطيناه في الطحين الأبيض وعم نقليه بزيت زيتون في طنجرة. بس شوي يتشمع رايح أشيل الدجاج وأحط المجموعة الثانية، وبالآخر رايح أجمع أو أجمع الستيو مع بعضها. حنقدمها اليوم مع طبق من الأورزو أو لسان العصفور مفلفل إن شاء الله، ورح يكون كمان كثير طبق مميز. أكيد تمام. أضفنا البصلات بعد ما طلعنا الدجاجات. أول شيء بدينا بالدجاج، حطينا عليه البيض السائل بعد ما خفقناه وبهرنا الملح بالدجاج، ملح وفلفل. بعديها نزلناه بطحين، عملنا له عملية تشميع بسيطة جدا، رفعناه من الطنجرة، والآن رح نبدأ نعمل الصوص أو نعمل الستيو. أول شيء أضفت البصل زي ما شايفين يا حبايبنا، أنا اليوم استخدم بصل أحمر، ريحة ولا أطيب. رايح مباشرة ننزل بالثوم. لازم الآن نجمع الطبخة كلياتها ونطبخها تقريبا مدة ثلث ساعة إلى نصف ساعة، يعني بنخليها على النار. هلا هي يعني بمعنى آخر إحنا مرحلة التطبيق. تطبيق خلصنا. نعم. الدجاج قلينا. نعم. البصل، هي الخضرة جاهزة لنطبق الوصفة. حطينا البصل وحطينا الفلفل الأحمر. الآن بدنا نضيف هون عليها شوية من الزعتر وشوية من الأعشاب، ممكن بقدونس مثلا، ناشف، روزماري، أي نوع أعشاب إيطالية اللي عندكم. والآن بدأت الروائح تطلع عندي بشكل ممتاز. رايحين نضيف هون رب البندورة أو مية البندورة على هالطبق، وكمان رايحين نضيف البابريكا او الفلفل المدخن حسب ما انتم وحسب رغبتكم يا حبايبنا.
بهالشكل زي ما انتم شايفين، وبعديها بدت عندي الروائح تطلع بشكل قوي. رايحين نضيف الان الملح والفلفل الاسود شوية صغيرة، ونحرك. والان راح اضيف انا مرق دجاج، او بضيف من مكعب من مرق الدجاج هي عندي هون، او باودر مرق الدجاج بالضبط، او باودر. وبنبدا نحرك او نضيف الماء عليها، وبستغلي راح اضيف الدجاج واطبخها تقريبا الثلث ساعه، وبعديها اضيف عليها الفريش كريم او الكريمه الطازه. وهاي بصير عندنا يخني ايطاليه، يخنات زي يخناتنا احنا. ما هي لحظه شوي، عشان تصير ايطاليه ريحان. ايوه، من جبلنا كمشه ريحان، كمشه ريحان، وبننزل عليها ورق من الريحان هي هون. وهيك صارت امورنا احنا اكثر من ممتازه. وبنيجي لهون حبايبنا على ستيو او الصلصه او اليخنه. شو الوضع؟ صارت جاهزه، شم الريحه، ريحه بتشهي. رايح اضيف عليها الان شويه من الكريمه. وهيك صار عندي الطبق جاهز. نحركه شويه، نقلبه حتى كلها تتداخل مع بعضها. وهي يخنه الدجاج على الطريقه الايطاليه، اي يخنه تليانيه. نعم 100%.